طيب يسعد مساكم جميعا، وبدنا نحاول ان شاء الله التزم بالوقت السبع دقائق، مع انه صعب المحامين بيعرفوا قديش انه صعب الواحد يلتزم بالوقت دائما، هاي مشكله كثيره اساسيه عندنا. ودائما بحب انا ابدا اي برزنتيشن عندي او اي شغله بدي احكي فيها بابليك ايشوز، بحب احكي هيك فيها بشوية دعابه او ببدا بشيء معين. طول الطريق عم بفكر عمالي بشيء يضحك في الموضوع البوليسي، ما لقيت بصراحه. الوضع بحزن، ما بعرفش اذا هذا بضحك بس هذا فعلا هذا الحقيقه، هاي الوضع اللي موجود عندنا حاليا، الوضع اللي عمال بنطلع عليه احنا عندنا في ظل وضعنا الحالي من ناحية السلطة الوطنية ومن ناحية السياسات التشريعية متعلقة بتنظيم قطاع مثل موضوع السوشيال انتربرايزز. ما في عندنا أي بوليسي واضحة ديفايند ومحددة وعارفين شو اللي بدنا نعمله. في مجموعة من السياسات موجودة، في مجموعة من التوجهات موجودة، قد تلتقي بعض الأحيان قد وتختلف في كثير من الأحيان. أنا بدي أعطي مثال من شغلة قبل ما أبلش أحكي، هون أعطينا في برزنتيشن بس مش عارف وين مفروض موجودة وراي، تمام. حطينا تصور معين، بدي يعني الحكي النظري نظري موجود رح يكون هون، ورح أحكي عن موضوع اللي له علاقة بالشغلة العملية. من حوالي سنة ونص انطلب منا نعمل إشي بسموه الفاونديشنز لو. حد سامع في موضوع الفاونديشنز؟ وهذا رح يكون مدخلي هلا بعد شوف السلايد اللي وراها. فاونديشنز واحدة من الأطر القانونية أو التسجيلات اللي ممكن تكون كيان قانوني تسجله على أساس إنك تعمل فيها سوشيال انتربرايزز. تفاجأنا وإحنا طبعاً عشان نكتب القانون صح بدنا نشوف إيش البوليسي المحطوطة عندكم كوزارة كحكومة. ما في، قلنا بسيطة، ممكن إحنا الإكسترا مايل اللي إحنا نمشي إحنا وياكم بنحضر ورقة صغيرة اللي هي تلخص الموضوع. تفاجأت وقتها إنه فيه، طلع في دراسة أعدوها مجموعة من قبل، معمولة من دراسة من خبير ألماني، اللي هي تصلح أنها تكون عبارة عن سياسة تشريعية للموضوع. هذا بدلك أنه صانع القرار أو اللي هو بيصنع عمل القرار مش عارف أنه هاي سياسة، هو بالنسبة له هو اعتبرها تقرير أو اعتبرها نوع من أنواع الدراسة. هل إحنا في عنا وضوح في موضوع السياسة التشريعية في البلد هون؟ أنا جوابي وبتحمل مسؤوليته لا، ما عنا. النقطة الثانية اللي بدي أبني عليها اللي هون النقطة، إنه فعلياً لما دخلنا في الإمبليمنتيشن ولما بلشنا نكتب في التشريع اللي هو اسمه قانون الفاونديشنز أو قانون المؤسسات الداعمة بسموها، اصطدمنا في كل حدا ممكن تتخيل وممكن نصطدم معه. وبتوقع إنه صارت إنه عمالنا كأنه يعني زي كأنه عمالنا ندعس على الجين كتير ناس. اصطدمنا مع وزارة الداخلية، اصطدمنا مع وزارة التجارة، اصطدمنا مع وزارة العمل، اصطدمنا مع وزارة الزراعة، لا الزراعة مشت ما حد مشونا إياها. فيش حدا إلا قامت ضجة لدرجة، وأما بكذب بحكيها، في يوم من الأيام بتصل معي واحد بقول لي صديق لنا، بقول لي طارق أنا هيني موجود هلأ في مجلس الوزراء عم بتقتلوا، بقول له القانون اللي عمله طارق طوقان. بقول هداك بقول مين هو طارق طوقان هذا؟ يعني بديش أحكي مين بيحكي هيك، بس بقول مين طارق طوقان؟ عايش بيحكوا القانون وصل للمجلس الوزراء وصار عليه خلاف داخل مجلس الوزراء كمان، إنه ما في عنا وضوح ليش عمالنا نطرح هذا القانون. فأنا جاوبته جواب بقول له فلان، في ورقة انعملت من طرفنا ممكن تعتبر سياسة تشريعية، بتطلع لي على الأوراق موجودة بيناتهم؟ قال لي لا. بدل لك كمان مرة إنه كيف تنعمل عنا القوانين، واللي هي راح أترك المجال للدكتور الأستاذ محمود بعد يحكي لما يدخل في الموضوع كيف بتم عقلية الشغل. ما بحكي هذا الحكي مجرد الكريتيك، ولا إنه الموضوع أنا مش بالنسبة لي مغرم إنه أظن أنتقد السلطة أو أنتقد الوزارة أو أنتقد الحكومة، لا. أنا مشكلتي إنه أنا موجود في بلد بقول بدي أطلع على الفاليو تبعت هاي المؤسسات واللي هي كتير مهمة وكتير ضرورية، اللي ما يسمى بالسوشيال انتربرايزز. هذا موضوع هلا ديفلوبينج في كل العالم، واللي هي فعليا جاي بريدجينج ذا جاب أو بتيجي بتشتغل ما بين الماركت وما بين الدور تبع الدولة. فعليا احنا عم نحكي عمالنا على مؤسسات دورها اللي بيقوم بعملية يعني بدي احكيها بالشكل الاكاديمي، هي فعليا بتقدم خدمات، مؤسسات بتقدم خدمات اجتماعيه او بتقدم سيرفيسز او بتقدم الامبلويمنت جروث او بتقدم مساهمتها الاجتماعيه، وبتقوم بتغطية جزء من الدور المطلوب من الدولة أو مطلوب من الحكومة من خلال أطر اللي اتفقوا عليها مجموعة الأشخاص اللي هم دخلوا في هاي الجمعية. نصيحتي ما تطلعوا على الحكي، هذا الحكي أكاديمي، أنا أخذته هلا وانبسطت عليه الليلة كنت عم بكتب فيها، لأنه الشباب أصروا إنه لازم أكتب، أنا بدي أكتب بالبرزنتيشن. وأنا قلت له ضرار، قلت له صدقني الموضوع موضوع البوليسي مش موضوع كتابة وإنه أصف لك كلام هون، قد ما هو ويشير. وأنا متأكد على فكرة مع الأخ أنطون مع الأستاذ محمود رح يكونوا فعليا رح يحكوا هموم، ولا أجي أحكي اليوم هموم. لكن بكل بساطة اللي أنا بدي أخلص منه بهاي الجملة بهذا السلايد، في عندي
لازم يكون واضح للحكومه انه في شيء اسمه ديفرنت فورمز، يعني ما في شيء فورم واحد اسمه السوشيال انتربرايزز. وانا خوفي بكره اذا هاي نتيجه هذه الاجتماعات ونتيجه الشغل تبعكم صار في اويرنس على الموضوع، يطلع لنا حدا ويرفع الموضوع خلاص بدنا نعمل قانون للسوشيال انتربرايزز. لا، الموضوع بس لذم ورك، بس هذه هي، اعطوهم المجال يشتغلوا صح. وهذا مدخلي الان بدخل عليه اللي هو بالنسبه للموضوع انه احنا ك مجتمع مدني كناس ستيك هولدرز داخلين في هذا المواضيع لنا علاقة فيها، ويعني فعليا كل واحد منا موجود في ديفرنت فورم من السوشيال انتربرايزز دول، اللي انت ممكن تكون اما انت شريك في شركة ربحية او غير ربحية بس انجيجت في هذا الشغل ممكن يكون فيه سوشيال امباكت. اثنين، ممكن تكون انت عضو في جمعية خيرية اللي ممكن مسجلة، ممكن انت تكون عضو انت او انت طبعا عشان اكون صح، انت ممكن تكون انت ممكن تكونوا اعضاء في 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 نادي اللي ممكن برضو احد الفورمز. فبالتالي فعليا اللي لازم نخرج منه بهذا من هذا اللقاء بالنسبه لي لازم يكون عند الحكومه تصور واضح فيما يتعلق بالسياسه التشريعيه اللي بدها تنتهجها فيما يتعلق بتنظيم قطاع السوشيال انتربرايزز. ليش احنا بدنا البوليسي تكون موجوده؟ انا بفترض يعني من خلال الابحاث او الشغل تبعي اللي اشتغلتها خلال موضوع الفاونديشنز، في خلال موضوع ما اشتغلنا على مواضيع العلاقه بقوانين اللي هي نوت فور بروفيت كومبانيز، واشتغلنا على مواضيع لها علاقه بالجمعيات الخيريه، احنا بدنا نحقق ثلاث شغلات. بدنا نتاكد انه السياسه التشريعيه بتغطي كامل السبيكتروم او كامل الفضاء اللي بتعيش فيه هاي السوشيال انتربرايزز، ونعطيهم الفرصه انهم ياخذوا على ياخذوا الدعم اللي هم بحاجه له عشان يتقدموا ويقدموا الخدمات المطلوب منهم، يعني يعيشوا ويشتغلوا، يعني يستفيدوا ويفيدوا. اثنين، بدنا نساعد انه نخلق اللي هو هذا عندنا هون في بلدنا فلسطين برضه هاي مشكله فيها، موضوع الفندنج. كلنا بنعاني سواء كانت بتحكي عمالك بغض النظر اي نوع من انواع اللي لها علاقه بالسوشيال انتربرايزز موجوده عندنا، موضوع الاكسس تو فاينانس. المشكله اصبح في هناك اعتماد كبير على موضوع له علاقه بالدونرز، الكل صار يفكر اذا انا بدي اعمل جمعيه يلا ما هم الامريكان بيدعموها، او لا بنروح من عند الالمان، او هذاك بقول لك بنروح، ما في حدا منا بفكر انه فعليا نشتغل من البلد للبلد، واللي هي فعليا ممكن تصير، يعني لو حدا منا هلا اجى يشتغل شركه جديده للموضوع رينيوبل انرجي في قطاع معين مثلا في منطقه مهمشه في كذا، متاكد اهل البلد قبل الناس ممكن يكونوا معنيين. هذا كان موجود انا وياك قبل 45، هم سالونا قديش عمركم؟ اكبر من 45، هذا الحكي كان موجود في بلادنا قبل، هذا الحكي قبل قدوم السلطه، قبل ما يجود، مش بس تطوع اللي هي بسموها الكوميونتي فاليوز، المسؤوليه. انا كان عندي احساس انه انا موجود في المنطقه ممكن اعملها، كانت اي نوع من انواع الاشياء. انعمل لجان اسكان، صح لا يا امل؟ واللجان الجمعيات الاسكانيه كانت ما تروح تفتش على الدعم، لا تفتش لا على امريكان ولا على هنود ولا على اوروبيين ولا على حدا، كانت تحاول انها تجمع المصاري بنفسها، وفي أسوأ الظروف تقول لك بنروح على عمان بنلاقي لنا حدا بده يدعمنا بقيه المصاري. ففعليا هذا الحكي الفاليوز هاي كانت موجوده هون. الفاليوز تغيرت بعد 1994 بعد قدوم السلطه، صار الحكي كلياته صارت قسم كبير، بديش اعمم، قسم كبير من المشاريع هاي اصبحت تنظر للموضوع باعتبارها ارزقيه وارتزاق، وانه الموضوع هو عباره عن ماني جنريشن. ما عندي مشكله يكون ماني جنريشن، بس برضه كمان الامباكت لازم يكون موجود. الثالثه، في عندنا يعني هذه الكوت انا اخذتها من ايرلندا هاي النقطه هاي وعجبتني، تو ميك ا سوشيال ماركت ايكونومي ريل ذس انتيلز ذات وي كرييت كونديشنز ويتش نيتشر ويتش ريتشور سوشيال مش عارف ايش هي ريسبونسبل اند سستينبل بزنس. بدك تلاقي فعلا انت كانت عمالك تشتغل عمالك على تخلق الماركت. يعني انا بالاخير انا يعني بغض النظر اي نوع من انواع الانتربرايزز العمالة منظمها، بدي اتعامل مع ماركت، مع سوق، مش بالمعنى التجاري، بتعامل معه انه بدي اعطيه فرصه كيف انه هو ياخذ سبيس تبعه، كيف يتعامل مع الجهات الاخرى الكاونتر بارتس تبعونه او الجهات اللي هي ممكن تكون بتنظمه او الجهات المستفيده منه. فعليا الاطر الموجوده عندنا، واللي هاي راح اترك الموضوع اكثر للاستاذ محمود يمكن يحكي فيها لانه هاي موجوده في القوانين، في عندنا 5 أو 6 انواع ممكن تسجلها كاشكال قانونيه، صح؟ لكن احنا بالنسبه لنا اللي المفروض نلاقي لنا اللي هو فعليا انه نخلق الماركت تبعتهم هاي، واللي هو الناشونال بوليسي لازم تكون موجوده عندنا وتخلق هذه الماركت. السلايد اللي انا خلال ساعتين في 7 دقائق ولا خلصتهم؟ خلصنا لا هي بعجاله
انا محروق. لا فعليا شوفي هذا اي حدا بيشتغل في الموضوع هذا بيعرف انه فعليا احنا في عنا غياب لسياسه الشرعيه في البلد هون, وبيعرف وامتى لما بيجي بيصطدم مع اي موضوع. انا يعني الصبح بحكيها بصراحة, عندي أمثل شركة نوت فور بروفيت موجودة في البلد هون. الشركات نوت فور بروفيت عشان تاخذ مصاري, إذا جيتها مصاري من برا لازم تروح تاخذ إذن مجلس وزراء, إذن مجلس من وزارة الاقتصاد الوطني, هدول لازم يروح مجلس وزراء, مجلس وزراء لازم يروح على وقائع المخابرات, وقائع المخابرات بدها تاخذ فحص أمني. صار لي 3 أشهر بطارد وراها أعمالها, وإما حدا غايب حدا مش موجود, موضوع بيروقراطية. وفوق ذلك كلياته لما طلع فيها غلطة هلا ما في, في 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 رقم المفروض يطلع إنه بيغطي سنة 2017 2018 2019. في واحدة من الخانات طلعت ناقصة 2018. هلا احنا البنك طبعا البنك عظيم, البنك بقول لك انا ما هي العلاقة, انا بتورطنيش مع الحكومة, بدك تطارد مرة تانية نفس الرحلة عشان هيك محروق. مش لانه مش الشخصي, لانه هذا فعليا انت على الخط الامامي كل يوم ومحروق. اذا بدك تروح على المحكمه اذا ايش له علاقه في ان عملوا مجموعه من الشباب يجوا يعملوا مشروع له مثلا تدوير النفايات, نفايات صلبة, وممكن يصطدموا بأي بساطة بشغلة صغيرة لها علاقة في البلدية وفي التنظيم الهيكلة تبع البلدية. البلد مش مستوعب فكرة اللي هو السوشيال انتربرايزز. البلد بتعامل مع الموضوع انه هذا ضرار. يا زلمة هذا بتحكي مع ضرار, ضرار ما هذا شايفه عامل شعره هيك كوكب, هيك هيك بيشتغلوا صح. They don't take things serious. بنتعامل مع موضوع بالاخر على اخر النهار ما في حدا بيشوف الامباكت, بس شعرك حلو تخفش. بتعامل مع الموضوع بكل بساطة على أساس إنه هذه عبارة عن فقاقيع, هذه موضة جاي مع الأجانب, هاي قصة وبكرة بنسوها, مع العلم إنه إحنا فعليا ما قبل السلطة كانت موجودة واستمرت مع السلطة وراح ظلها موجودة. هذا الحكي يعني ما فيش عليه خلاف. فأنا اللي بدي أختم فيه السلايد عشان أنت ما تطلعيش فيه كتير هيك فيها, إنه في عندي مجموعة من العناصر اللي هي ضرورية تكون عندي كناشنال بوليسي إحنا كفلسطين, اللي من خلالها يتم تدعي يتم يعني اتفاق عليها ك يعني كاستراتيجية أو كسياسة تشريعية لكل القطاع. هذا لازم يكون في عندي عدد من العناصر اللي بتشمل بكل بساطة إنها تعطيهم المجال إنهم يتم تسجيلهم بسهولة وبطريقة صحيحة. اثنين, يوصلوا يمكنوهم من الوصول للسبورت سيرفيسز أو اللي ممكن تدعمهم في وجودهم. برضو كمان تساعد نتوركس, ما تنسوش إن كل هدول السوشيال انتربرايزز مش لانهم مش بس نوع واحد, قد تكون شركه غير ربحيه هون تشتغل عمالها مع مؤسسه مسجله كجمعيه خيريه, اللي هي بالاخير عم تشتغل عمالها مع مثلا مع جمعيه الاسكان. يعني كلها في نتورك معينه اللي مفروض انه صانع القرار او صانع السياسه التشريعيه طلع هاي التفاصيل, في نتورك لازم انا اساعدها لانها بتخلق بالاخير عندك هيومن ريسورس ديفلوبمنت, بتعمل ليدرشيب اند نوليدج ديسيمينيشن. والمطلوب بأي سياسة تشريعية إنه يكون في عندي اللي هي برضو هاي مقتل من مقاتلنا إحنا في صناعة السياسات يعني في بلادنا, ما في عندنا داتا. حتى لو هلأ مثلا والله حدا من الموضوع عجبته الشغلة في الحكومة, ما بيجي والله تعال نجمع الداتا ونعرف شو بنحكي عنه. لا بنعرف قديش عندنا ناس, ولا قديش في عندنا مؤسسات, ولا بنعرف شو ولا في أي قطاعات بيشتغلوا. طلب الصغير, رجائي هذا, رجائي الصغير لأي حدا إذا صار تمخض عن هذا الاجتماع, أن يكون في إنه توصيات أن تروح باتجاه الحكومة, أو الحكومة إذا إن شاء الله تبنت إنه فكرة يكون في عندي ناشونال بوليسي, يبدو كأي جهد علمي يبدأ أول شيء يجمعوا الموضوع البيانات والمعلومات الصحيحة عن السكتر اللي عمالهم بنظموه حتى يقدروا يبنوا عليها فعليا الأسامشنز راح تكون باتجاه التنظيم. وما بدي أطيل عليكم لأني بعرف إنه لساتني ضل لي 3 دقائق, بس مش مشكلة. العفو. شكرا.